بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن مراجعة للطابعة بولارود. هذه طبعا طابعة محمولة تعمل بالبلوتوث مع أجهزة الأندرويد وأجهزة الأبل، الآيفون والآيباد، وكذلك تعمل مع تابلتات من جوجل وغيرها التي تعمل بنظام أندرويد. طبعا تعمل عن طريق البلوتوث كما ذكرنا، وهناك أوراق خاصة بها ولا تحتاج إلى حبر، وهي محمولة ولا تحتاج إلى توصيل أي أسلاك، ما عدا إذا فقط من بطاريتها تقوم بشحنها عن طريق اليو اس بي. طبعا شحنها سريع جدا جدا جدا. فقط هذا ما لدينا، فإلى هناك لنتابع هذه المراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن مراجعة طابعة بولارويد زد اي بي. طبعا هذه الطابعة كما ترون هنا موبايلي فوتو برنت، اي انها تطبع الصور من خلال الجوال. طبعا هذه الطابعة ما يميزها انها لا تحتاج الى حبر، فقط تحتاج الى اوراق خاصة للطباعة. طبعا مقاس هذه الصور كما ترون هنا، لا أعلم هل هو واضح أم لا، 2×3، طبعا ليس واضح، سوف أقرب. طيب حتى لا نأخذ وقت أكثر، لا أرى أنه واضح. على العموم سوف نراه ربما في مكان آخر يكون بشكل أكبر. طيب ربما هنا ترونه بشكل أوضح، موجود هنا 2×3 وهو حجم الصورة، وهو حجم الصورة. طبعا هنا موجود 50 حبة، 50 ورقة. طيب الآن سوف نفتح هذه الطابعة لنرى ماذا يوجد بداخلها. طيب هناك، طيب طيب ها نحن الآن نفتح الكرتون. بسم الله. طبعا كما ترون الآن الكرتون لا يوجد به شيء، يوجد هذا الكتالوج أو النشرة، إن أحببتم أن تقوموا ماذا بقراءتها يمكنكم أن تقرأوا النشرة كما ترون هنا، هذه هي النشرة. طيب على العموم وها هي الطابعة كما ترون، صغيرة جدا. طيب ها هي الطابعة. ويوجد هناك أيضا معها
أوراق خاصة بها كما ترون. وهناك أيضا الشاحن الذي يتم عبره شحن الطابعة. طبعا من هنا تخرج الأوراق، من هنا، ومن هنا يتم وضع الشحن للطابعة، ومن هنا ريستارت إن أردت أن تعمل ريستارت، لا أعلم هل هو واضح أم لا، سوف أقرب. من هنا ريستارت، ومن هنا تهيئة. طيب، ومن هنا زر التشغيل كما ترون. طيب، الآن سوف نقوم بفتح الطابعة حتى نقوم بوضع الأوراق بها. طيب، انظروا موجود هنا أنه إلى الأعلى، تعمل هكذا فيتم فتح معك الباب لتضع به الأوراق. طيب، الآن سوف نقوم بوضع الأوراق. طيب، الأوراق تأتي فيه بها ورقة ملونة بهذا الشكل، وتأتي هنا أبيض كما ترون، هنا زرقاء، يجب أن تضع الزرقاء بهذا الشكل هكذا. سوف أضعهم الآن بهذا الشكل بحيث الزرقاء تكون في الأسفل، ثم أقوم بإقلاق البوابة أو الباب. طيب، بعد ذلك طبعا قبل أن ننتقل هذه الطابعة نقوم بعمل اقتران مع الجوال عن طريق البلوتوث. سوف أقوم بتشغيل البلوتوث، طبعا لابد أن أدخل إلى الإعدادات ثم البلوتوث، ثم أقوم هنا بالرجوع إلى الطابعة وأضغط على زر التشغيل لمدة 5 ثواني. سوف أرى هنا لمبة قد عملت، فأقوم بالتوقف عن الضغط. بعد ذلك أقوم هنا بعمل الاقتران مع الطابعة كما ترون قد خرج اسمها. طيب، تم الآن الاتصال. الآن لابد أن يتوفر جهازك على برنامج للطابعة يأتي لأبل ستور ويأتي لجوجل بلاي. أبل ستور وجوجل بلاي سوف نضع لكم روابط هذا البرنامج إن شاء الله. طيب، بعد ذلك كما ترون هنا برنامج الطابعة ها هو، أقوم بالضغط عليه، ثم هنا تعديل قبل الطبع، طباعة سريعة وملصق والمظهر السري وجهاز زد آي بي الخاص بي وبطاقة عمل. طبعا نردت التعديل قبل الطباعة أي أنني أعدل على الصور. طبعا هناك الكاميرا، هناك المعرض، سوف أختار المعرض. بعد ذلك سوف أختار الشبح للمعلومات بهذا الشكل. طبعا هنا يشرح لي بعض المعلومات، يعطيني إياها، بإمكاني أن أضغط على قلق. وهنا في هذه الصورة
كما ترونها أنتم، بإمكاني أن أعدل عليها كيفما أريد، أن أصقرها، أن أضعها في الأعلى، أن أضعها في الأسفل، كيفما أريد أن أضعها. طيب، بعد ذلك هنا أيضا كما ترون يمكن وضع عليها بعض الأشياء أو الأمور التي تحبون أن تضعوها أنتم. طيب، أيضا هنا يمكن أن أقوم بإدارة الصورة، أو ممكن أن أجعلها بهذا الشكل أو بهذا الشكل مثلا، وحتى بهذا الشكل. طيب، نحن سوف نضعها بهذا الشكل، ثم أقوم هنا بتكبير الصورة لتكون مثلا بهذا الشكل. بعد ذلك يمكن هنا أن أقوم بطباعة الصورة أو حفظها، وحتى الرجوع إلى يعني تكون هناك تراجع في الصورة بحيث يضبطها لي. أيضا يمكن أن أضيف صورة أخرى. طيب، لنأتي الآن إلى الطباعة. هنا سوف أراها قبل أن أقوم بطباعتها، ثم إذا أردت الآن أن أقوم بالطباعة فسوف أضغط على طباعة. طبعا جاري إرسال الصورة كما ترون. وانظروا الآن إلى الطابعة، هنا ننتظر قليلا. في البداية سوف تخرج لنا هذه الصورة أو عفوا هذه الورقة التي تأخذ الطابعة لأول مرة منها الألوان. طبعا كل أوراق سوف تأتي معها هذه الورقة، كل مجموعة أوراق. طيب، بعد ذلك إذا توقفت نقوم بإخراج هذه الورقة منها. الآن ننتظر الصورة التي قمنا بطباعتها، وهي هذه الصورة. كما ترون الآن الصورة تخرج لنا. وقد تم طباعتها كما ترون، لكن دقة الشعار في الحقيقة هي ليست بالدقة القوية جدا، فلذلك خرجت بهذا الشكل، وإلا الطابعة دقتها واضحة جدا. يعني لا أعلم هل ترون الصورة أم لا. طيب، الآن سوف نذهب إلى طباعة سريعة لو أردنا أيضا من الكاميرا أو المعرض. لو اخترنا من المعرض واخترنا أيضا الشبح للمعلومات، هنا سوف يأتي بعض النصائح السريعة. يمكنك أن تقوم هنا، لن تستطيع أن تقوم بتصغير الصورة، بل سوف يطبعها كبيرة. إذ كانت هنا بإمكاني أن أصقرها قليلا بهذا الشكل. أيضا هنا ملصق، إذا أردت مثلا أن أذهب إلى الكاميرا أيضا، ثم الشعار، ثم أضيف مثلا هنا صورة أخرى. أيضا إذا أردت أن يكون بهذا الشكل مثلا، أو بهذا الشكل، حتى بهذا الشكل، أو بهذا الشكل، أو بهذا الشكل، كيفما تريد أنت. المظهر السري
بإمكانك أيضا أن تضغط عليه وتعمل إنشاء أو عرض. وجهاز ZIB الخاص بي وبطاقات عمل أتركها لكم لتكتشفونها أنتم. أتمنى أن يكون هذا أو هذه المراجعة مفيدة لكم إن شاء الله، وفي أمان الله. في الختام نعتذر عن سوء المكان، وذلك بسبب أنني في سفر وهذا المكان ليس مكان استقراري. على العموم لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.